بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا الأحبة، مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. يجدد لقائنا معكم حلقة جديدة من برنامج نوافذ الولاء، ونجدد لكم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. السلام عليكم يا أحمد، وأسعد الله أيامك مرة أخرى. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد، أيامك سعيدة وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. هذا العيد هو بشارة خير لانتهاء كل الأزمات اللي ممكن نمر بها، ويا رب الصحة والسلام للجميع، ويشافي كل المصابين، ويرحم كل اللي انتقلوا إلى رحمة الله بالفترة الماضية إن شاء الله تعالى. وأكيد قبل أن نستعرض مثل ما متعودين في كل حلقة يا أحمد الفقرات على مشاهدينا، نحب أنه نتحدث شوية عن الوضع الراهن بشكل عام. اليوم حقيقة يعني لفت انتباهي بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه موضوع الاستهانة بكورونا، وكيف أنه الأشخاص اللي كانوا يستهينون بهذا الوباء أصيبوا بهذا الوباء، وبعضهم للأسف نقولها فارقوا الحياة. يعني احنا يأسفنا انه صح بدينا نتعايش ويا هذا الوباء، ولازم انه نمارس حياتنا بشكل طبيعي ونشوف متطلبات حياتنا على اعتبار انه الحياة ما تتوقف، لازم انه نواصلها ما دام انه احنا عايشين على قيد الحياة ومختلطين بهذا المجتمع واحنا جزء من هذا المجتمع. لكن للأسف هذا التعايش صار اللي نلاحظه بشكل عكسي. يعني أحمد يمكن أنت ملاحظ هذه الحالة، ما أعرف ليش الاستخفاف بهذا الوباء. الناس حقيقة بدأت تتذمر، بدأت مثل تلزم بالأمور البسيطة الوقائية لمجابهة هذا المرض. يعني عندي أحد الأصدقاء يوم أمس قبل أيام كان ما يرتدي لا كمامة ولا كفوف، هو كاسب على باب الله. فيوم أمس شفته محترز لابس الكفوف والكمامات، قلت له ايش عجب أبو فلان يعني اليوم بالذات أنه أنت ملتزم بالإجراءات الوقائية. قال لي والله يا أستاذ صراحة قرايبي كلهم صار بهم كورونا فخفت على نفسي. فليش يعني إحنا عندما يقترب هذا الوباء من عندنا يلا نحترز؟ أكيد كل واحد بينا عنده فد شخص كبير بالسن في بيته، عنده فد شخص مصاب بأمراض مزمنة. هسه إذا مو على نفسنا خلينا نخاف على الآخرين، إلا يقترب من عندنا يا الله. البارحة يمكن ذكرت لكم المناشدة من الطالب الكربلائي في كلية الهندسة في جامعة كربلاء، اللي دا يمتحن ويؤدي الامتحانات من الحجر من داخل المستشفى، يؤدي الامتحانات الإلكترونية وينادي بصوت عالي كل الإخوة والأخوات أنه يلتزمون، ويذكر ويعترف أنه يقول آني كنت ما ألتزم ومستخف بهذا الوباء وبالتالي وقعت في شراك هذا المرض. بالتالي كل الأخوة الكسبة تحياتنا لهم، اللي يمكن موضوع الحظر أو الحجر أداهم من باب رزقهم، خلي نكمل الحياة أو نتعايش بطريقة صحيحة. يعني واحد من الشباب اللي اليوم التقيت به صاحب محل ما ملتزم نهائيا، فقال لي كل عقلك أنت لابس كمامة بهالسهولة هاي؟ فقلت له يا اخو اكيد يعني هذا مرض وهاي. قال اخوي احنا كتلنا الجوع، هو من حقكم انتم تاثر رزقكم وتاثر وضعكم الاقتصادي، لكن الكمامات متوفره ويمكن صار سعرها اقل من 100 دينار باعتبار الباكيت قام ينباع ب 4.5 والى 6000، في 4.5 الى 6000، يعني من 3 دولارات الى تقريبا 4.5 دولارات. التزامك مو مصرف لما تكون بمحلك وتلبس كمامه وحده ممكن فتره تفتيحتك او اثنين، يعني لما تصرف على نفسك باليوم 200 دينار وتقي نفسك وتحمي عائلتك. احنا معاكم، ممكن ناشدنا هوايه بالفتره الماضيه انه الكسبه تاذى وصار عندهم تازم اقتصادي، والناس اللي عندها فلوس صار عندها اكتناز، وهذا الموضوع اثر بطريقه سلبيه وسلبيه جدا على الاقتصاد العراقي بصوره عامه واقتصاد العالم. لكن خلينا نحمي نفسنا ولو فقط في فترة العمل، يعني بالمحل بالمعمل بأي مكان تشتغل به، خلينا نحمي نفسنا. المؤسسات اللي ممكن انفتحت أو هي دؤوبة وتشتغل، خصوصا المؤسسات الإعلامية باعتبار ما غلقت أبوابها في فترة كورونا، ممكن سبل الوقاية البسيطة اللي هي من دخول اللي
متبعتها مجموعه قنوات الامام الحسين الله يحفظهم، انه لما تدخل اكو معقمات وهذه المواضيع اذا ما كان عندك كمام وكفوف راح تسلم بالباب، وهذا الموضوع مهم جدا حتى تحافظ على بيئه العمل. والحمد لله والشكر يعني هذا الموضوع اكيد جاب نتائج جيده، باعتبار انه اغلب اللي موجودين الحمد لله والشكر الى اليوم ما عندنا مصاب. هذه الطرق الوقائيه بالنسبه للمؤسسات والافراد مهمه انه نقلل عدد المصابين، وبالتالي راح نقلل عدد المصابين بكل العراق وكل العالم، وهذا الموضوع راح يكون ايجابي ويذكر يوم من الايام بايام التاريخ اللي راح تنذكر بعد ما نطوي صفحه كورونا ان شاء الله أكيد. بالمستقبل القريب. احمد، الموضوع الذي نتحدث به هو من مهام دوائر الجريمه الاقتصاديه، يعني احنا مستغربين حقيقه وين دور دائره او دوائر الجريمه الاقتصاديه سواء في كربلاء او بقيه المحافظات وحتى في الدول المجاوره. يعني المفروض انه ما يقتصر عملهم على فقط متابعة الأغذية التالفة أو الأغذية الأكسباير، وإنما يقومون بحملات توعوية إلى أصحاب المحال، إلى الكسبة، خصوصا من أصحاب المحال أو الكسبة اللي عندهم تماس مباشر مع الزبون كالحلاقين وبائعي الأطعمة، المطاعم، الكافيات، غيرها. خلي يقومون بحملات توعية، بعد حملات التوعية هذه ممكن أنه هسه ما نقول تفرض غرامات، وإنما الشخص اللي ما يلتزم بالأمور الوقائية يحاسب، لأنه هو مسؤول عن صحة كل الأشخاص أو الزبائن اللي يجوا. يعني أنا قبل فترة يمكن نوهت واحدة من الحالات السلبية اللي أنا مشاهدها، أصحاب المخابز والأفران ما عندهم أي التزام بالأمور الوقائية. يعني هسه اللي على الفرن معذور، لربما هو على تماس مباشر مع الفرن والنار والحرارة اللي هي كفيلة بأنه تعقم إيديه، تعقم العدة اللي يشتغل بها. أما الشخص اللي يبيع، اللي على الكاشير اللي يبيع الخبز أو الصمون أو غيره، نشوفهم أنه هذول بعيدين عن الفرن، يعني يكون تماس مباشر مع الزبون. ليش هذول الباعة المباشرين اللي لهم تماس مباشر مع الزبون ما ملتزم بالأمور الوقائية؟ يعني الكمامة ولا الكفوف، أنت إذا صاحب الفرن أو المخبز إذا تشتري باليوم باكيت مثل ما ذكرت يا أحمد سعره زهيد جدا، فكل 5 ساعات 6 ساعات أبدل هذه الكمامة وأبدل الكفوف وأضمن سلامة الزبون. يعني هذه مسؤولية حقيقة مضاعفة، يعني أنت تحافظ على نفسك ويجب أن تحافظ على حياة وسلامة الآخرين، وتحاسب إن لم تحافظ على سلامة الآخرين. للأسف اللي نلاحظه فقط أكو رقابة على المحلات الرئيسية سواء كانت مطاعم، يعني محلات حلاقة، هذه الأمور الكسبة اللي دائما تكون بالواجهة. أما بالأحياء السكنية ماكو أي مراقبة، وللأسف اللي نلاحظه أنه البعض يستخف بالمرض ويحاول يسخف هذا الموضوع حتى للآخرين، فما يكترث لا على صحته ولا على صحة الآخرين. أستاذ محمد، بالتالي إذا في حال أنه ما التزم بالوقاية وانصاب أحد العاملين بهذا المكان، خسارتها الاقتصادية سيجوز ينجو هذا الشخص وما يعدي له واحد، خلينا نأخذ هذه الافتراضات، لكن خسارتها كبيرة جدا. أول شيء راح يعزل كأقل تقدير شهر، وهذا الشهر عليه إيجار والمستحقات اللي بقية، غير هذا هو لمدة شهر كامل ما راح يدخل له أي أرباح. لذلك الباكيت إذا كل يوم هو ما يكلفك اليوم باكيت الكمامات أو الكفوف والكمامات، باليوم الواحد ممكن أقل من نص شد العامل الواحد. لذلك خلي نهتم يا أخواننا أصحاب المحلات، حتى الأسواق الكبيرة والصغيرة، حتى على مستوى الدكاكين مثل ما نسميها، أو أصحاب المخابز والأفران، خلي نتعامل كأنما إحنا أهل الصيدلية. يعني أهل الصيدليات عندهم اليوم طريقة جميلة جدا اللي هو تغليف بالنايلون وفتحة بسيطة مع هذا الوقاية اللي ممكن ما تعبر الفيروسات في حال أنه كان أحد مصاب، هم ملتزمين بالكمامات والكفوف. يا رب التوفيق لكل من التزم ويدعو إلى الالتزام، وبالتالي ممكن ننقذ حياة هواي ناس بالتزامه الشخصي وتوعيته لبقية الناس. نسأل الله الصحة والسلامة يا أحمد للجميع، وإن شاء الله تزاح هذه الغمة بالقريب القريب العاجل إن شاء الله تعالى. إذن
نستعرض وندخل مشاهدينا إلى فقرات برنامجنا. أولى الفقرات راح تكون معنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نوافذ الولاء هي فقرة نبراس القلوب. اليوم الحديث مروي عن مولانا الإمام علي عليه السلام في فضل تقوى الله سبحانه وتعالى. من بعدها ننتقل إلى فقرة معايدة اللي رجعت ويانا، وراح نشوف من خلالها صور أطفالنا الحلوين. يا رب إن شاء الله مستمرين بهذا بهاي الفقرة اللي من خلالها راح نشاهد صور أطفالكم واللي راح ننوع عليها بعد ما تظهر إن شاء الله. الفقرة الأخرى راح تكون معنا مشاهدينا هي فقرة في حضرة الوجدان، اليوم الشاعر معتوق الموسوي. من بعدها نختم بالفقرة التفاعلية، فقرة المسابقات. مثل ما نوهنا في فترة أيام العيد راح تكون هديتنا هو محبس فضة مقدم من مجموعة الإمام الحسين وبشذرة مهمة جدا، مثل ما يقول الأستاذ محمد، وهو بالفعل هذا الوصف أنه هو لا يقدر بثمن ثمنه المعنوي أكيد. والروحي أيضا. إذا نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى مشاهدينا، أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم نبراس القلوب، خليكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا، تابعنا وياكم سوية الحديث المروي عن مولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، واللي يقول فيه: معاشر الناس اتقوا الله، فكم من مؤمل ما لا يبلغه، وبان ما لا يسكنه، وجامع مال سوف يتركه، ولعله من باطل جمعه، ومن حق منعه، أصابه حراما واحتمل به آثاما، فباء بوزره وقدم على ربه أسفا لاهفا، قد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. صلوات الله وسلامه عليك يا مولاي أمير المؤمنين، كلامك درر وجواهر. ناهيكم مشاهدينا عن الصيغ البلاغية الجميلة في كل ما ورد في هذا الحديث، وكل أحاديث حكم مولانا أمير المؤمنين وكل أهل البيت عليهم السلام. أننا الوصايا اللي ذكرنا بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنه الوصية الأولى تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله من خلال الزهد بعالم الدنيا، الزهد بكل بهارج الدنيا الخداعة، وأولى هذه البهارج هو المال، المال الذي يحرص الكثير من الأشخاص للأسف الشديد على أنه يجمعون في عالم الدنيا، ويعتقدون أن عالم الدنيا هو عالم خالد، سوف يخلدون في هذه الدنيا أو في هذا العالم، وينسون أو يتناسون بوسوسة من الشيطان أو بتغرير من الشيطان اللعين الغوي الرجيم على أنه هذه الحياة الدنيا هي حياة خالدة، وهنا يبنون القصور ويجمعون الأموال. ثانيا التعبير المجازي اللي استخدمه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنه أنت تبني ما لا تسكنه، يعني إيش قد تريد تعيش بعمرك عندما تبني القصور وتجعل من هذه البيوت الفارهة وتجمع الأموال وتقتني أحدث السيارات وأحدث الأمور الكمالية، كل هذه الأمور هي زائلة، راح يأتي وقت على أنه تغادرها رغبا عن أنفك، ويأتي شخص غيرك يستلم كل ما أنت تعبت عليه وشقيت عليه، واللي جمعته عن حلال وعن حرام وعن شبهات، وأنت اللي راح تتحاسب عليه، وراح يأتي على طبق من ذهب إلى الآخرين من الورثة. بالتالي الجنائن المعلقة التي شهدت بالعراق، اللي شهدها نبوخذ نصر، كان بأحلامه أنه هو
راح يخلد بهذه الحياة أو راح يخلد وراح تبقى هذه الجنائن من الأماكن اللي يعيش بيها. ويمكن سوى فد شيء في وقتها كان من الصعب جدا أنه يشيد. لكن وجود شيء مهم جدا أساس لكل ما بنى هو تقوى الله. كل اللي شيد وبني وجمع من كل بقاع العالم، يعني السياسة اللي تعامل بها ببناء جنائن المعلقة كانت يمكن في وقتها سابق عصره بقرون، لكن شيدت بهذه الطريقة. لكن ما كان بيها تقوى الله شيء مهم جدا، هو سيرها وسواها ورتبها على أنه هو مكان معيشته اللي راح يخلد بيها ولا راح يموت وراح يعيش طول حياته. خلي نتأمل بمهما كنا نملك ما ممكن نوصل لملك الله. أنتم ما تملكون لأبائكم، وبالتالي لما أنا أحرز شيء هو مو ملكي، لأهلي ولأبنائي. إذن أنا حلقة وصل مهمة بهذه الحياة، خلي أكون حلقة وصل إيجابية لآبائي وأبنائي، وبالتالي خير ما نورثه هو السمعة الجيدة والإيمان. بالتالي هذه الثقافات اللي نحصل عليها بحياتنا لابد أن نكرسها بطريقة صحيحة. اليوم لما أكون بار بوالدي ومربي حقيقي لأبنائي، هذا الملك الحقيقي اللي ممكن أورثه. المال هو الميراث الجزئي، ممكن يكون هو وسيلة ليس غاية بحياتنا العامة وأيضا لحياتنا في الآخرة. اللي عنده مال ممكن يحاسب أكثر من اللي ما عنده مال، باعتبار أنه أنت هذا مالك وانتقلت من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى. شنو اللي قدمته، شنو اللي سويته، عكس الشخص اللي هو على قد معيشته. لكن هو مو تخليص أنه أكو تكافل اجتماعي اللي وضعه بسيط، أيضا لازم يكون متكفل اجتماعيا. واليوم ممكن كل البيئة اللي موجودة أنه تحرص على الخمس والزكاة وأيضا التبرعات خصوصا بهذا الفترة. لذلك خلي نحاسب أنفسنا على كل أموالنا اللي نمتلكها، شنو قدمنا بيها للناس وشنو راح نورث أبنائنا. بالتالي أحمد، أكو قضية دائما يأكد عليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه دائما يوصونا بأنه نكثر من ذكر الموت. احنا وحدنا اليوم اذا لا سمح الله صارت عنده في الجنازة معينة وذهب الى المقبرة او حضر هذه الوفاة وحضر عملية الدفن، خلال هذه الدقائق او الساعات اللي يحضر بها دفن الميت في المقبرة، يروح يذهب او يروح باله الى غير عالم، الى عالم الآخرة، يراجع حساباته، يعني حياته كلها. هذا الإنسان اللي يحضر هذه الجنازة حياته كلها تمر عليه مثل شريط الفيلم ويسهد بالدنيا، لكن للأسف ما أن يخرج من المقبرة حتى يعود إلى نفس الدوامة الحياتية وينسى ما تذكر واستشعر خلال دفن هذا الميت اللي هو حضر تشيع ودفنه. هنا التذكر واستحضار الموت دائما هو مو نظرة تشاؤمية، بالعكس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يوصون دائما أنه ننظر إلى كل مفاصل حياتنا الدنيوية والأخروية نظرة تفاؤل، مو نظرة تشاؤم، نظرة إيجابية مو نظرة سلبية. لكن هنا التذكر الموت هو التفاؤل بعينه. الإنسان إذا تذكر الموت على الدوام راح يكون قريب إلى الله سبحانه وتعالى، راح يكون يعني زاهد بكل شيء، كل عوالق الدنيا اللي وحدة من أهم سلبياتها تورث القلق وعدم الاستقرار الروحي والنفسي والقلبي عند الإنسان. فديوم من الأيام حقيقة أحد الموظفين في إحدى الدوائر، لا حتى كانت عندي فد معاملة ما يعني من الشباك، وهذا معتاد عليه في أغلب دوائرنا أنه المراجعة تكون من الشباك. في إحدى السنوات ذهبت إلى هذا الموظف، لقيت أنه ازدحام عليه من الشباك، فيحاول بطريقة أو بأخرى يعرقل معاملات المواطنين، بعض الفايلات يمشيها بسرعة خاطفة كالبرق، وبعض المعاملات لا، يحاول يعرقلها بطريقة أو بأخرى. فأنا لاحظت من بعيد، شفت أنه يفتح الفايل ويأخذ صفنة ثواني، بعدها يا أما يمشي أو يرجع على المراجع.
فوصل للسيران انطيت الفايل مالي، قال لي عندك نقوصات، رجع الفايل مثل ما هو. لاحظت شخصيته قلقة غير مستقرة، عايش حالة يعني أشبه بخفة العقل، مو استقرار. فعندي أحد الأصدقاء على ما يبدو كان متمرس في مسألة هذه المعاملات اللي أني كنت أحملها، خبير معاملات، خبير معاملات وشغلة بهذا المجال. فقال لي أستاذ خير شنو عندك؟ قلت له ما أعرف شو، طيت الفايل للأخ هذا الموظف ورجع لي، قال لي أكو عندك نقصات، بينما أنا متأكد ما عندي أي نقص بالمعاملة. قال لي يا إما تخلي له فد مبلغ من المال أو معاملتك ما تمشي. طبعا أنا من دا أحكي هذا الكلام، هذا الموضوع وارد في دوائرنا للأسف، في موضوع الرشوة وارد عند البعض وليس الكل، عند البعض من أصحاب الضمائر الميتة. فأنا حقيقة استغربت من هذا الموقف، قلت له طيب هذه رشوة تعتبر، واللي ينطيه راح يحفزه، الراشي والمرتشي، أحسنت، راح يحفزه على أنه يستطمع أكثر. فقال لي هو هذا تعامله بهالشكل هذا. فرجعت للمعاملة بعد أنه تأكدت ما بها أي إشكال، قلت له أنا إذا تريد بما تسميه أنت هدية فأنا ما أعطيك هذه الهدية بحسب مصطلحك أنت، هي لأنه رشوة. فقال لا أنا ما أمشي لك إياها المعاملة بيها نقوصات. رجع مرة ثانية قلت له ترقب واستشعر غضب الله سبحانه وتعالى عليك، قلت له أنا متيقن جمعك لهذه الأموال السحت والحرام لها آثار كبيرة على حياتك. هسا أنا ما أعرف شخصيتك، لكن واحدة من الحالات اللي أنا رصدتها بيك خلال هذه الثواني هو عدم الاستقرار، وأشعر أنه لديك عقل خفيف مو عقل متزن. هذه يمكن وحدة بحد ذاتها هو أكبر بلاء الله سبحانه وتعالى ينزل على هكذا أشخاص لا يكترثون إلى الحلال والحرام. أكيد إحنا انتهى وقت فقرتنا، أكيد لازم ننتقل. إذن مشاهدين الكرام نتمنى ولو أجزنا شيء بسيط عن هذا الحديث، ننتقل وياكم إلى فقرة المعايدة، خليكم ويانا. Oh,
حياكم الله مشاهدينا من جديد، الله يحفظ كل الأطفال، وإن شاء الله الرقم الواتساب رجع تفعل ومهيئ لاستقبال صور أطفالكم وأبنائكم من 5 وجو. يعني أحمد لاحظت النظرات اللي للأطفال شريرة، أكو كاحل، يعني أكو يعني نظراتهم تقرأ، أكو بيهم عندهم يعني تحسه هادئ، أكو واحد تحسه حرك، طبعا مو كحرك، أكو واحد يعني نظرته حادة جدا، تحسه بلسان أكيد. أكو واحد قرعوي وأنا حسيت به من كادرنا، ما أدري، تحياتنا عندنا هواي بالكادر قرعوي، خلي نشوف بعدين. إذا مشاهدينا الرقم مخصص إن شاء الله راح يظهر ورجعت فعل من جديد، وإن شاء الله كل يوم اثنين راح يكونوا يعني فقرة معايدة، وراح نعرض صور أطفال ونأكد إنه من 5 وجوه، من 5 سنوات وجوه، خصوصا للفتيات أو البنات. أكيد. إذا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى الفقرة الأخرى من برنامج نوافذ الولاء، هي فقرة في حضرة الوجدان. اليوم شاعرنا معتوق الموسوي، خلينا نتابع. الشاعر السيد معتوق الموسوي ابن شهاب، والسيد الجليل معتوق الموسوي ابن شهاب، شريف الحسب، يرجع بنسبه إلى الإمام الكاظم عليه السلام، من شعراء القرن 11. ولد سنة 1025 للهجرة، وهو من السادة أمراء الحويزة، واعتنى ولده بشعره فجمعه وطبعه. كانت وفاته يوم الأحد 14 خلون من شهر شوال سنة 1087 للهجرة، وذكره الشيخ أغا بوزرق في الذريعة في الجزء 7 قسم الديوان، فقال: هو السيد شهاب الدين أحمد بن ناصر ابن معتوق الموسوي الحويزي، المتوفى يوم الأحد 14 من شوال عام 1087 عن 62 سنة. جمع الديوان ولد الناظم معتوق بن شهاب الدين بعد وفاة والده، ورتبه على 3 فصول: المدائح، المراثي، المتفرقات، وصدره باسم السيد علي خان ابن خلف الحويزية، وطبع مرة على الحجر بمصر سنة 1271، وأخرى على الحروف بمطبعة شرف، وأخرى بالإسكندرية. قال في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: هل المحرم فاستهل مكبرا، وانثر به درر الدموع على الثرى، وانظر بغرته الهلال إذا انجلى، مسترجعا متفجعا متفكرا، واقطف ثمار الحزن من عرجونه، وانحر بخنجره بمقلتك الكرى، وانسى العقيق وأنس جيران النقى، واذكر لنا خبر الطفوف وما جرى، واخلع شعار الصبر منك وزر من خلع السقام عليك ثوبا أصفرا، فثياب ذي الأشجان أليقها به، ما كان من حمر الثياب مزررا، شهر بحكم الدهر فيه تحكمت، شر الكلاب السود في أسد الشرى، لله أي مصيبة نزلت به، بكت السماء لها نجيعا أحمر، خطب وهل إسلام عند وقوعه، لبست عليه حدادها أم القرى. حياكم الله مشاهدينا، رجعنا وياكم بعد أن شاهدنا واطلعنا على هذه القصيدة في حق أهل البيت عليهم السلام للشاعر معتوق الموسوي. شكر وتقدير وثناء إلى جهود المبذولة من قبل الإخوة في هذه الفقرة. طبعا كلهم كفريق العمل واللي يعملون بيروح الفريق الواحد برنامج نوافذ الولاء، لكن شكر خاص إلى الأستاذ المدقق اللغوي الأستاذ أبو زهراء، حياه الله، ونقول لك كل عام وانت بألف خير، والأستاذ إبراهيم السالم في التعليق. شكرا لكل أحبتنا فريق عمل برنامج نوافذ الولاء. مشاهدينا، ننتقل وإياكم إلى أجواء الزيارة في داخل الحرم الحسيني المطهر، إلى هناك ثم لنا عودة معكم. مرة أخرى رجعنا لكم بعد ما انتقلنا إلى أجواء الزيارة، إن شاء الله الله يرزقكم الزيارة قريبا جدا إن شاء الله بعد انتهاء أو انخفاض كورونا إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله نوصل إلى شهر محرم بدون أي إصابات إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الفقرة التفاعلية، الفقرة الأخيرة، فقرة المسابقات، خليكم يعني.
حياكم الله مشاهدينا، رجعنا وياكم، ما زلنا متواصلين مع حضراتكم وبرنامج نوافذ الولاء. وصلنا الى المحطه الاخيره، فقره المسابقات. واحب اذكر مشاهدينا انه اليوم هو اخر ايام عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله يعود عليكم وعلينا بالخير والصحه والسلامه. احنا وعدناكم انه الهديه راح تكون خاصه ومميزه للفائز ويانا من خلال اجراء القرعه. هي خاتم فضة عليه حجر من ضريح الإمام الحسين عليه السلام. فأحب أنوه إلى أنه الحلقة الأولى اللي بديناها يوم السبت كانت هي ثاني أيام العيد، فازت ويانا الأخت علياء من البصرة، ويوم أمس فاز ويانا زين العابدين وزينب من كربلاء بالهدية. نتمنى اليوم أيضا يكون فائز من إحدى أحد المتصلين اللي يتصلون علينا، وأكيد راح نكون فرحين بالتواصل مع حضراتكم. بإمكانكم مشاهدينا تواصل معنا والإجابة على أسئلتنا المنوعة اللي تتضمن أربع أبواب: باب القرآن الكريم وسيرة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وقصص الأنبياء وسيرة أهل البيت عليهم السلام، من خلال التواصل معنا والاتصال بأرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة. ويا عباس والاتصال، حياك الله بخضير ويا مك سعيدة مرة أخرى. كل عام وانت بخير، صوتك ناصي يا عباس. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عباس، الصوت عندنا بعيد، ما أعرف الخلل يمنا ولا عندك بالتليفون يا عباس. نعم يا عباس. عباس اغلق التليفون وارجع اتصل بنا مرة ثانية لأن صوتك بعيد جدا. حياك الله يا عباس. ناخذ نعم. اتصال آخر. ألو. نعم. ألو. عماد من كربلاء، حياك الله يا عماد واهلا وسهلا، يا مك سعيده وكل عام وانت بخير. عماد تسمعنا ان شاء الله؟ حياك الله، ايضا صوتك ضعيف ويانا يا عماد. ان شاء الله المشكله ما تكون مشكله كبيره. عليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك يسعد ايامك. كل عام وانت بالف خير يا عماد، حياك الله. يلا احنا اللي ما حلفنا الحظ نسمع صوتك. الله يسلمك. يلا عماد اختار واحد من الابواب الاربعه. ان شاء الله سيره اهل البيت. سيره اهل البيت سلام الله عليهم. والله انا البارحه قلت لكم انا محجور يوم ويا خاوي. يا رب ان شاء الله تنال الشفاء والسلامة. اكيد كل الكادر وكل المشاهدين دعوا لك بالصحه والسلامه والشفاء. والان يعني سيد مصطفى الحسيني رفع ايده الى السماء بيدعو لك بالشفاء التام يا اخونا العزيز عماد. يلا عماد سؤالك سهل جدا، متى فدى الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أول مرة؟ أو شنو هي الحادثة؟ عماد بعده موجود؟ عماد تسمعنا؟ تمام. اختيارات بيها؟ لا لا الموضوع سهل. أول مرة أمير المؤمنين فدى النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم بنفسه، شنو اللي سواه؟ يعني بيختار خلي اقرب لك اياها، هم اتفقوا من كل رجل قبيله حتى يضيع دم من الرسول صلى الله عليه واله وسلم، اجوا الى فد مكان معين لقوا امير المؤمنين مكانه. ما قلت لك انا شوي لا قارئ قران لا مدرسه لا شيء ما يخالف. لا لا ان شاء الله توفيق بس خلي اوضح لك الفكره. أمير المؤمنين في أكثر من موقف فدى رسول الله بنفسه، فدى رسول الله بنفسه. شنو اللي سواه أول مرة من فدى الرسول لما أراد المشركين أنه يقتلون رسول الله وينهون الدعوة الإسلامية؟ شنو سوى أمير المؤمنين في مكة؟ لا تصدق بالحرب غير ما زين. خلي أنا أعطيك خيارات. نعم. حينما نام بفراشه أو حينما قاتل في في الخندق في معركة الخندق. رادي نصرة غير بالحرب؟ لا خل أرجع أعطيك غير خيارات. حينما نام في فراشه لو حينما قاتل في خيبر. وين؟ في هاي ما فراشه صادق. إيه حينما نام في فراشه بدل. طبعا إحنا نعلمك اللي إذا نساعدك لأنه وضعك الصحي مو تمام. إن شاء الله صحة وعافية. فأكيد لازم شوية نساعدك يا عماد. أكيد. شكرا لك يا عماد. دخلت ويانا للقرعة. يلا زينب من البصرة. السلام عليكم خد زينب، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييكم. كل عام وأنتم بألف خير خد زينب. وأنتم بألف خير إن شاء الله، صحة وسلامة إن شاء الله للجميع. الله يبارك فيكم ويحفظكم.
يلا زينب عندكم مشاركة ولا ندخل المسابقة؟ عندي مولاي صاحب الزمان. أجل الله فرجك. قل عذبني البعد تدري يا مولاي صرت سايل كثر وانسي هالراي الله أسهر لك بعد لساني طروات أقول أنهم يجي وتأملك جاي أصب لا شعور وأعتمر بيك أشوفك تقرها اثنين عيناي تمسح راسي ديك تمسح راسي تشوفي يا مهدي وبيك الجنة عزها ونور دنياي يوم هالحلم عايش وناطر مثل عبتان لا فوائد الماء مثل الله. عبتان لا فوائد الماء الله الله يوفقكم ان شاء الله. جعلكم الله من انصار الامام المهدي اجل الله تعالى فرجه الشريف. اخت زينب بارك الله بكم يحفظكم رب العالمين. يلا يا زينب ان شاء الله خلينا ندخل المسابقه. اختاري واحد من الابواب الاربعه. الانبياء قصص الانبياء. سؤال يقول بماذا امر الله سبحانه وتعالى الملائكه بعد خلقه لآدم عليه السلام؟ شنو أمر الملائكة؟ أريد نعم على السؤال ما يقطع. بماذا أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بعد أن خلق آدم؟ أريد الجواب بالنص القرآني. مساعدة خيارات. الله سبحانه وتعالى من خلق آدم شنو قال للملائكة؟ شنو أمرهم؟ اسجدوا لآدم. بالنص القرآني قلنا وإذ قلنا وإذ قلنا في سورة الكهف الآية 50 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. أحسنتي يا زينب ودخلتي ويانا للقرعة أختنا الفاضلة حياة الله. بارك الله بكم يا زينب. فاطمة من الديوانية حياة الله يا فاطمة ويا متسعيدة كل عام أنتم بخير. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أختنا العزيزة حياة الله. ما الله يسلمك. تسمعينا اخت فاطمه؟ الو الو وياكم حياك الله كل الهلا. يلا اختار واحد من الابواب الاربعه. انطيني يعني بالشاشه خل اشوفه. يعني مو اكو فرق بالبث يعني ورا تقريبا دقيقه واقل. يلا القران الكريم وسيره النبي وسيره اهل البيت وقصص الانبياء. سيره اهل البيت. سيره اهل البيت عليهم السلام. ان شاء الله. الصوت يقطع. صوتنا يقطع؟ اي يعني اسمعه تمام غير مكانش لان احنا في مكان الشبكه بي جيده جدا. سؤالك يقول بماذا امر النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم الامام علي عليه السلام حين الوصول الى المدينه والامام علي كان في مكه؟ بماذا امر النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم الامام علي لما نوصل للمدينه والامام علي كان بعده في مكه؟ لما نوصل للمدينة والإمام علي كان في مكة. بمجيء الفواطم. يعني هو جزء باصطحاب النساء إلى المدينة ورد الأمانات إلى أهلها. شكرا لاتصالك. أحسنت. حياك الله يا فاطمة. ثقافة جيدة. ثقافة جيدة. مبارك عليك يا أخت فاطمة. ودخلتي ويانا للقرعة أختنا الفاضلة. نعم اتصال. زينب. اتصال آخر. زينب علي من كربلاء. السلام عليكم يا زينب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا زينب كل عام وانتم بألف خير. أعتقد أنت فزتي ويانا البارحة يا زينب أنت وأخو زين العابدين. نعم بس ما نعم. ورا البرنامج التصليق يقولوا شلون تستلمين جائزة. بالضبط اي بالضبط تتصلين مباشرة بعد نهاية البرنامج ياخذون معلوماتك ويعلموك الأخوة بالكنترول شلون تستلمين الجائزة مالتك يا زينب. نعم. يلا هسه اختاري واحد من الأبواب الأربعة. أي واحد. ها يا زينب. يلا اختاري. أي واحد. يعني. يلا. سيرة النبي. نعم. يلا سيرة النبي يا أحمد. سجاد اختار لك سيرة النبي. نعم. متى حج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخر مرة في حياته؟ بأي سنة؟ نعم. هاي الهجرة. إيش قد للهجرة؟ نعم. إيش قد يا سنة؟ 13. لا راح أعطيك خيارات. نعم. 10 ولا 13؟ 13. لا مو أنا قلت ليش لا من قلت أول مرة 13. 10 ولا 12؟
10 جوابت صحيح. شكرا لاتصالك يا زينب. شكرا لاتصالك يا زينب، بالتوفيق ان شاء الله. نعم، منو ويانا؟ ويانا ابو كرار من كربلاء المقدسه. السلام عليكم يا ابو كرار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا ابو كرار، كل عام وانت بالف خير. انت بخير ان شاء الله، موفقين ان شاء الله. حياك الله يا عزيزي، مية هلا بيك، الله يحفظك ان شاء الله. ابو كرار يمكن اول مره تتصل بينا صحيح؟ ان شاء الله، والله اول مره ان شاء الله، مو اخر مره، وتكون صديق البرنامج. تشترك بالمسابقه مباشره ولا عندك مشاركه يا ابو كرار؟ اولا مشاركه عن حديثك عن الرشاء والرشاوي والدواء اللي تفتشي. نعم، قول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، قولوا فيه صلى الله عليه وسلم قال ان الرشاء محب الكفر، ان الرشاء محب الكفر، فمن تعامل بالرشاء فلم يستنشق هواء الجنه. الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله. لأن أنت بتوكل عيالك وهاك بالضبط، ما يشفع لك محمد وآل محمد. بالضبط، وهو باب من أبواب الحرام واللعنة أكيد. رويدك يا بني آدم لا تغالي، رويدك يا بني آدم لا تغالي، إذا الأحوال طابت والليالي. الله، فما هذه الحياة الدنيا سوى اختبار، فإما جنة أو سوء حال. يقول تلاشوا تلاشوا، يعني ماتوا تلاشوا مثل ما ولدوا، وأصبحوا لأهل الأرض تذكرة سؤالي، فهلا قلت يا نفس استقيمي وأحسنت التزود للرحال. الله الله الله، تزود من هاي الدنيا، بارك الله فيك، يوم واحد وخلي يطلع منها بوجه أبيض أمام الله. أحسنت أحسنت أحسنت، عاشتيدك أبو كرة، احسنت. ان شاء الله بالمسابقه. طيب الله انفاسك، شكرا لك على الدعوه الجميله بكره. ويانا قصص الانبياء. السؤال يقول، هل كان ابليس من الملائكه يا ابو كرار؟ مين هل كان ابليس من الملائكه؟ نعم، هذا من الملائكة لا. لا 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 لا، ركز ركز أبو كرار، واحدة واحدة، أعطينا مجال أبو كرار. أبو كرار بس اسمع اسمع اسمع، جنسه شنو كان؟ لا جنسه شنو كان؟ من ال من من الشنو؟ من الشنو يا أبو كرار؟ صوتك مو واضح. بادي بادي من من أي؟ الجن، من الجن. إيه لا، عشان تقول من الملائكة. هو أحسن. يعني هم كان يعني كله يسبح لله، ولكن جنسة هي قبل أحسن. الإنسان يعني قبل ما قبل ما يخلق الإنسان كان هو عبد صالح لله سبحانه أحسن. وتعالى، ولكن من الملائكة، ولكن من خير الله سبحانه وتعالى بالسجود بالسجود لبني آدم. نعم، عفى الله سبحانه وتعالى. إذن الآية الآية 50 من سورة الكهف تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إلا إبليس كان من الجن. هذا هو نص النص القرآني، ودخلت ويانا للقرعة. نعم، شكرا لك أبو كرار. دخلت ويانا للقرعة يا أبو كرار، ونتمنى لك الفوز يا عزيزي. إن شاء الله، الله يحفظك. حياك الله أبو كرار. ما أدري عندنا وقت بعد. عليكم السلام. كل عام وأنت بخير عمو. وأنت بألف خير إن شاء الله، يدوم عليك السعادة والأفراح. من ويانا؟ أحمد. أحمد من البصرة. أحمد من البصرة. تعرفه؟ ما شاء الله. لا سمعت اسمه. نعم. يلا. إيه إيه. يلا. يلا عندك مشاركة؟ يلا نسمع قصص الأنبياء. يلا، يعني ما عندك مشاركة لو ندخل للمسابقة مباشرة؟ أدخل للمسابقة. يلا للمسابقة. يلا. السؤال يقول، لماذا رفض إبليس السجود لآدم؟ ليش إبليس رفض أن يسجد لآدم عليه السلام؟ عمو. نعم، هو خلق من طين. يعني تقريبا جاوبت 50% يعني من باب الاستكبار والاستعلاء. اعترض انه كيف الله سبحانه وتعالى خلق من نار وخلق آدم من طين، فأبى واستكبر ان يسجد لخلق خلق من طين. احسنت يا احمد. شكرا يا احمد، وتحيات. عمو، بس على كيفك. عمو. اي احمد اخوي يريد يشارك. احنا بعد ما عندنا وقت، خلينا نسلم عليه وباكر يشارك. يلا، منو؟ يلا وقتنا. اهلا عمو، شنو اسمك؟ علاويان. علاوي، احنا خلص وقت البرنامج، اسفين منك جدا. باكر ان شاء الله تصل من وقت حتى نقدر نتفاعل وياك اكثر. اسرع عن سوى القرعه ان شاء الله، انت واحمد نفس القرعه. وانت بألف خير ان شاء الله. الله يحفظك.
شكرا لك. شكرا حمود على اتصالك. شكرا لأخوك. شكرا لكل من اتصل بنا مشاهدينا. نعتذر أن نوقف الاتصالات لضيق الوقت. بقى عندنا بس أنه نجري القرعة ونعلن عن اسم الفائز ويانا بالجائزة المقدمة من قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. والفائز ويانا هذا الاسم اللي فاز ويانا. بس أخذ مديم يا أحمد. خلي المديم وياك. وياك. نعم. يلا. وياي المديم. يلا. هذا الاسم اللي فاز ويانا مشاهدينا هو فاطمة من الديوانية. فاطمة من الديوانية هي اللي فازت ويانا بالجائزة المقدمة من قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية وبرنامج نوافذ الولاء. الهدية خاتم فضة عليه حجر من ضريح الإمام الحسين عليه السلام. ألف مبروك إليك يا فاطمة. بإمكانك الاتصال بالأخوة بعد نهاية الحلقة حتى يستعلم تستعلمين كيفية تسلم الجائزة. إذا مشاهدين الكرام خلصت حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله وقتكم ما ضاع ويانا وإن شاء الله استفاديتم من هذه الحلقة مثل ما أنا استفادينا باستماع أصواتكم وإضافة المعلومات. تقبلوا تحياتنا. نلتقيكم باكر إن شاء الله نفس المكان والزمان على قناة الإمام الحسين.